سبريار. اهلا وسهلا بكم في سبريار. نكسه برجوليه نكسه والله نكسه كبيره بصراحه، مش عارف فيش باش نتجاوزوها. تو احنا انت مش ناقصين، احنا اصلا مش ناقصين. انت مازلنا كي خرجنا هكا ربع السنطوعه نتاعنا من عنق الزجاجه وصرفقونا بخبر كيما هكا، قداش منه الواحد باش يستعمل راهو برجوليه؟ شي كل مره من فجعه لفجعه، خساره كبيره راهو جماعه. هذه تعتبر خساره فاتها في الساحه السياسيه، راهو ربي قدر خيري. لا تضربنا مره هذه في عرصه صحيحه، راهو من عرص اليسار التونسي مش لاعب. راهو شبيك سما مرشح بارز للرئاسه قلب كاس وسي على بكري كاول. مو للاسف لخ عبيد البريكي اعلم عدم ترشحه وعدم ترشيح حزبه زاد لمرشح في الانتخابات الرئاسيه. قالوا منين ما عادش صبوا لي كاول. نكس اخويا. اي نعرف هذه القش التي قسمت ظهر البعيره. تو الانتخابات كي بها كي بلاش راه عبيد البريكي خارج السباق الانتخابات الرئاسيه تاع 2024. هذا قسم انتخابات ما اصله بطبيعه الحال. هيك هو عاد ما نسكروا حنوت راه تو شبيك برجولي. عيب عليه عبيد البريكي. اسمع يا البريكي، انصارك بالملايين لن يغفروا لك هذا الخذلان الذي خذلتموه. او في بالك البارح قال لك مناصرين من قدام المسرح البلدي الاخر في طايري في سوق العصر غاديك. العباد مكدسه الغادي يناشدون عبيد البريكي لسحب تصريحه وتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسيه القادمه. يا ودي رجال ونساء واطفال وكل اللي دايخ واللي طاح له الدم واللي طيحت صغيره واللي طلقت راجلها وهو عبيد البريكي شاد صحيح. لن نقدم مرشح في الانتخابات الرئاسيه القادمه. ريتهم هاهم ريتهم كي قاعدين نخسروا في نوارات الساحه السياسيه الواحد تلو الاخر. سعد سيد عنده شعبية، راهو رئيس حزب شعبي كبير ومغروم مسار 25 جويل. هانت رزينا فيه. الراجل حتى في العالم معروف عبيد البريكي. انت مسمين شطحة عالمية باسمه البريكي دانس. انت صاحب تجربة الراجل في المحافل الانتخابية، راه مش فديك راهو. هو ما شارك في انتخابات 2019 وكان مرشح بارز للرئاسة. بلا مرة جاب نسبة تصويت 0.17. هذيك تحطها على سلم رشتر تحرق لك مشاعرك وبر. أما تو مش كيف راهو. لا تطور راهو الراجل. شبيك الراجل عمل حزب جديد يضرب يسرى دايور حتى معه بسمه الخلفيه وفي القياده وقتها اليبوك. يعني حزب نتاع اسمع باش يهز على بعضه رئاسيه برلمانيه بلديه اقليميه واش عندك. ما عمل حزب يساري، هو حزب يساري جامع. لا مش حزب يساري في جامع، لا حزب يساري جامع. قال لك يحب يجمع اليساري. مو اليسار في تونس ككره، كل واحد يحب يجمع اليسار يمشي يحل حزب وحده. يعني عباره واحد هكا من كثره ما يحب اللمه العائليه مش يكره وحده. وش مسميه الحزب هذا؟ قال لك اسمه تونس الى الامام. ماك سمعتوا بها تونس عبيد البريكي. قال لك هو باش يهز تونس الامام باش يشنقلها. قال لك هيك وشنقل وكركرها الى الامام غادي كي. فكره عظيمه ياسر. اما انت رزينا فيه تويكا برا. شوف هذا توا شكون باش يترشح لك الرئاسه؟ شكون قعد هو؟ يظل من هنا الانتخابات ويظل في شقه قيس سعيد راس وراس ليزي. فبحيث نكسه خوي، نكسه لتونس ونكسه للشعب التونسي الكل. اما شوف نحن لن نصمت. شعب عبيد البريكي لن يصمت. سوف نخرج الشوارع ونصرخ في الأزقة والحانات وننظم الوقفات والمسيرات منادينا بالصوت العالي تونس تونس إلى الأمام ودور يا زين الأحزام. وأنا هاني صابر وبر.